السلام عليكم ورحمه الله جماعه الخير، واش راكم؟ لاباس بخير الحمد لله. اليوم رانا سور شونتي وحبيت نوري لكم واحد الامور. شوف عندي واحد الرولو ديجا هنايا، حبيت نعرفكم به. الرولو هدايا بون، الرولو هدا تاع واسمو تاع فيكساتور. شوف فيكساتور هذا من لا ميزون بوندا. هدايا حبيت نوري لكم واحد الامور متعلقه به، وحبيت نوري لكم كيفاش تخدموه. وهنايا في هذا لو شونتي هدايا، في هذا لا شومبر هذيا، عندنا الحيوط هادو ما فيهم لوندوي، فيهم لوندوي وشنو ما خدموهمش مليح، فيهم واحد البروبليم انه شغل الحيوط ماشي مدرسيين. وعلما اننا راح نديرو هنا واحد الديكور هدايا، ندير هنا واحد الديكور، والديكور ليس لازم له الحيوط يتنخدموا مليح. هكذا دوك نوري لكم واحد الامور مهمه بزاف في الخدمه. تابعوني، شوفوا احبتي في الله، تابعوني راح نستفادوا بربي ان شاء الله. تابعوا حتى الاخر وتفاعلوا شويه مع الفيديو، راك تعرف دير لايك، دير لنا كومونتير، دعوه الخير هكذا. ما تنساوناش من صالح دعائكم. وجدد واش يديروا؟ ابونيو معنا، مرحبا بكم بطبيعه الحال. هكذا مباشره من مكان العمل كما راكم تشوفوا، هم الجدران هذوما تاعنا اللي رايحين نخدموهم. شوف هذوما فيهم لوندوي شويه ماشي مليح، ومام الجدران ماشي مخدومين مليح مليح. صح راهم يبانو بيوضة، صح شوف فيهم بزاف لي ديفو. الو رانا واش راح ندير لهم؟ راح نعاود نخدمهم ازيرو، نعاود نخدمهم من الصفر. بون، اول حاجة نديروها خاصنا نحلو الطاقة هكذا. سنا هاو الفيكساتور تاعنا، هذا هو الفيكساتور، هاو ليك نوريكم كيفاش تحضروا الرولو تاعكم. بون هذا الرولو هذا كيما قلت لكم لا ميزون بوندا، على كل حال بوندا بروس هم معروفين، معروفين هم 1987 هما اكزيستيو موجودين في السوق الجزائري. 58 ولاية كاينين يتباعوا في لي كانكيري وعند لي بيعوا الصبيغة، يعني الله يبارك. انا على كل حال نستعمل هذا لي رولو بيسك علاه، يعني يعطيك نتيجة الله يبارك صراحة، يعطيك نتيجة احترافية. دوك شوف تبع معايا، نوريلك برك كيفاش، نوريلك واحد الأمور مهمة بزاف قبل ما تبدا تخدم. بون هاو الرولو تاعنا كيفاش عامل. الرولو هذا واسمو ميكرو ميكس، هايدا شوف شوف كاين واحد الأمور مهمة لازم تعرفها. الرولو كيما راهو هكذا ما راهوش محضر، لازم تحضروا. انا على كل حال درت لكم فيديو كيفاش تحضروا الرولوات تاعكم بالتفصيل شحال من مره، بصح هنا حبيت نوري لك على وقتاش تحضروا وقتاش تقدر ما تحضروش. في هذه الحاله هذه عندنا الحيط، حنا راح نديروا لوندوي، راح نديروا نبوزيو لوندوي تاعنا، نقدروا ما نحضروش هذا الرولو تاعنا، نقدروا ما نحضروش نخدموا به هكذا كيما راهو نخدموا به. علاش؟ مام الا خلانا لي طراس ولا ما يهمناش، بيسك علاش رايحين نخدموا لوندوي هكذا. الان كي نروحو كي نخدمو لوندوي تاعنا ونبونسي ونمسحو الغبره لازم نحضروه. علاش؟ الفيكساتور، الفيكساتور لو كان ما تخدموش مليح راح يخلي لك لي طراس، لا سيما كي تحب دير ساتيني من الفوق. ساتيني على بالك تبين لي ديفو كلش، لازم تخدمو مليح. شوف اول حاجه ديرها في الرولو تاعك، معليش نوري لكم هكذا على عجاله، نوري لكم كيفاش تعاودوا تبريباروا الرولو تاعكم خفيف ظريف هكذا بلا ما نبطل. شوف عندي هذا وشنو سكوتش، هذا الرولو تاع سكوتش هذا. شوف تقدر دير هكذا، التقنيه هذه خذوها من عندي، تقنيه رائعه تاع خوكم فوزي. ها علاش انا نديرو هكذا؟ شوف نحيو له الشعر الزائد، شوف مام هذاك الرقيق هذاك شوف يتنحى كامل. شوف ها دير هكذا، اوف سهلة مهلة. ها شوف شحال سهلة، شوف ثم ناخذ الرولو تاعنا ونديرو له الشونفران كيما علمتكم. على كل حال انا درت لكم فيديو من قبل، اللي شافو او على كل حال او على بالو التقنيه، اللي ما شافوش ها ما خاسرين والو. تم دير له لو شونفران تاعو. ها كي تكون تنحي هنايا، كي تكون تنحي فوسمو في هذا الشعر هذا الزائد اللي جاي على الاطراف، ما تحبطش حتى القماش باش ما تفسدوش. هايدا ها تم نوري لكم
اللي يحب يزيد يشوف اون ديتاي هاد التقنيه هاديه يزيد يدخل القناه ويحوس على الفيديو الخاص بتحضير الرولو. داكور، ماشي كل حاجه نديرها لكم في الرابط، لازم لي يتعلم، لازم يبحث يا اخي. هكذا ها المهم هنايا خدموه مليح مليح. داكور ها ها، واش نحينا له؟ هذا نحينا له هذا شويه، ماشي حاجه. الان واش نديرو؟ نروحو نضربوه بغسله، نغسلوه. الان هاو الرولو تاعنا، هاي له نغسلوه شويه هكذا. ديروا له شويه بالصابون على باش يمشي لنا. وكي تحب تنشف الرولو تاعك كيفاش دير؟ دير هكذا، شوفها شوف، الله يبارك، يكون الرولو تاع الجوده تاعو مليحه يدور وحده. شوف هكذا الرولو تاعنا راهو ناشف، دوكا نقدروا نخدموا به. قد يسال سائل ويقول الرولو هدايا فيكساتور تاع بوندا هذا ولا نقدروا نخدموا به الفينيل؟ شوف مكتوب الدهون التحتيه والمثبتات، هذا تقدر تخدم به فيكساتور، تقدر تخدم به الفينيل بشرط يكون مخفف، لاخاطش الفينيل كما قلت لكم في فيديوهات سابقه تقدر دير به الطبقات الاوليه. حنا بخري كنا نخدمه بالفينيل الطبقات الاوليه، الا ان الفينيل هو يعني ناقص الجوده على الفيكساتور، الفيكساتور هو احسن جوده من الفينيل، تقدر تخدم به لي بريمير ترونسبارون هدايا رائع. علاش؟ الشعره تاعو هاي لك شوف فيها 12 مليمتر، 12 مليمتر يعني ترفد، ترفد البرودوي، يرفد مليح البرودوي. داكور، دوكا واش نروحو نديرو؟ نروحو نبداو نطبقو. وما تنساوش احبتي في الله، هذا ما ترميوهش في المجاري، هذا الصوف تاعو هذا رميوه في سلة المهملات هكذا باش ما يبوشيناش المجاري. الان شوف نوري لك واحد الحاجه، هنايا راني فرشت هنايا نيلون، راك تشوف، شوف كيفاش عامل هذايا. علاش علاش فرشت النيلون تاعي؟ وشوف الطريقه كيفاش فرشتو، شوف شوف ما نطلعوش حتى لهنا هكذايا يكفي. علاش؟ لو كان نلصقو هنا النيلون تاعي ونحبطو يولي فيه ديطاشا، يولي هنايا يخلي لي لي بلي، يتنطوى لي هنايا من بعد يولي جنين. انا هذه الطريقه تاعي كيفاش ندير النيلون هنايا، شوف هاي هكذا ساير داير نسكوتشيه، ندير له سكوتش هنايا. وقبل ما تسكوتشيه لازم تمسح الغبار باش يلصق لك السكوتش تاعك. علاش انا درت هذا النيلون هذا؟ لا دال دو سول الارضيه لامعه لامعه وتخاف تخبشها. شوف شوف كيفاش عامله، شفت لامعه الله يبارك، شوف كيفاش عامله هذه تخاف تخبشها. الور واش دير؟ بروتيجي الارض، تحمي الارضيه هكذا باش تتفادى الخدوش. ها شوف هنايا هاي الغرفه هذه راني غلفتها كامل، هذه حاجه. كاين حاجه واحده اخرى، افاده واحده اخرى حبيت نوريها لك. شوف هنايا راك تشوف هذه البلاصه هذه هانيا، دوك ندير لك تصويره تشوف الفيديو باش تعلم كيفاش تربوشي هاد البلايص هادوما. هادي ما دير لهاش لوندوي، دير سكوتش تاعك لهنا هنايا، ومن بعد كي دير فيكساتور تخدم هنايا. ها واش دير؟ هاولك دير هدايا سيليكون اكريليك، هاولك اكريليك داكور، ما تهمناش الماركه، المهم يكون اكريليك يعني قابل للدهان، ماشي سولفونتي هذاك اللي يريح بزاف. هذا اكريليك جاي شغل ماستيك، تحكم هكذايا. اسنا نوري لك دقيقه برك، بون هذه نديروها هنا دوك نعاودوها. دير هنايا هكذا وتعمر البلاصه هذه. بون هذه مجرد افاده برك، ما تنساش دير بابي كومون، راني نوري لك برك. ما تنساش روح شوف الفيديو هذاك كيفاش تخدم هاد لي جوان هادوما بالاكريليك. مام هنا مام هنا في بلايص هادوما، شوف هاد الشقوق هادوما وكان خدموهم بسيليكون اكريليك ما يصرا لهمش هكذا. شوف شوف شفت صحه. قلنا هادي هي، وما تنساش تستعمل اناره قويه، نحي لي سبوت، نحي لي سبوت تاعك ودير اناره قويه باش هكذا تشوف كامل لي ديفو والعيوب. داكور صح.
الان ها الرولو تاعنا نبداو بسم الله. شوف هاي لابارش اخي فيها فيلطاج لهنايا، الرولو فيه هنايا وين يجي ها شغل فيسي فيسي شويه ها اوب ان شاء الله يبارك عنده شده ان شاء الله دخل مليح اوب سي بون هايدا. ومن بعد كيفاش دير ها الفيكساتور تاعك تحكمها هنا ودير هكذا شوف كيفاش يكون لازم يكون جاري بصح ما ترجعوش ما عاودوا لي الفيديوهات تاع الفيكساتور تعرف كيفاش خدمته هكذا ما نقدرش نفصل لك كل حاجه هكذا بالتفصيل الفيديو اللي فيه ساعه ها شوف هكذا ومن بعد دير الفيكساتور تاعك هنا وخدم ها نشربوا الحيط تاعنا مليح لا صراحة غير تحس هاد الرولو هذا يجلسي وحده يزلق وحده شو ها خصنا نقربوا شوية الضو شوف قربوا شوية الضو باش نشوفوا خير هكذا ندورو شوية البروجيكتور تاعنا باش يبان هاي ها شفت كيفاش تلفت الصبيغة تاعك على هاد الطريقة ومن بعد تحط لهنا ويلا ما تمشيش بزاف بزاف بيسك علاه ينشفك ينشفلك يغلبك داكور ها وكون خفيف شوية هكذا وعاودوا لي ها شفت كيفاش شوف وبالمناسبة حبيت نقول لكم بلي الفيكساتور كي تحبوا تخدموا لوندوي ماشي شرط تصفيوه الفيكساتور فقتاش يتصفى كي نكملوا لوندوي تاعنا ونبونسيوه نقدروا ها شوف بورتون هاي تخشى هادي داكور هكذا كي تخدم مع الاول ما تصفي ما والو شوف هكذا دور خطره هكذا وراه طلع فوالا هاي الخدمة ان شاء الله الفيديوهات هادو ما يكونوا يعجبوكم تدخلوا تستفادوا احبتي في الله وشوفوا هنايا في لابلانت في لابلانت كاين سيمون كولا شو حرش 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 كامل هنايا هاد البلاصة هادية بون هنا كاين لوندوي هنايا واش نديرو هنا نديرو البلاط ولا نديرو بيرل فيكس ولا نديرو لوندوي غرو احسن حاجة ديرها هي لوندوي غرو ولا تاع لي فاصاد هذاك الخشين هذاك واش دير تاخذ بانسو تاعك هنايا وتجوز شرب هاد البلاصة هادية هكذا شوف شربها ها علاش احسن حاجة مام بيرل فيكس يصلح بصح البلاطر هنايا واش يصرالو البلاطر كي يكون هنا لوندوي البلاطر يعني الشده تاعو ما تكونش صحيحه البلاطر هنا يشد مليح بصح بين لوندوي بين لوندوي والبلاطر تولي الشده تاعو ماشي مليحه الوغ ميور حاجه تقدر ديرها احسن حاجه هي لوندوي غرو تاع الانتيريور ولا تاع الاكستيريور ولا بيرل فيكس مام بيرل فيكس هذاك ولا تاع تواب بلاكول يصلح داكور بصح وشنو لازم نشربوا هاد البلاصه هاد البلاصه لازم نشربوها هكذا وشوف انا راني نقيس لي بلانت هاد النوع تاع لي بلانت هذايا انا ما يهمنيش ما ندير لهمش بابي كولون لازم تعرف تقتصد ما تبدرش يعني المواد الاوليه كيما نقولوا سواء كانت صبيغه ولا كان بابي كولون هنايا كي ندير بابي كولون ماهوش راح يصلح لي علاش كي ندير هنايا بابي كولون ومن بعد انا نخدم واش راح يصرى له راح يطلع يعني يفسد وبليجي عليا نعاود نحيه بابي كولون ما نديروش في هذه الحاله تاع لي بلانت واش ندير نقي بهدايا بهذا النوع انا درت لكم عليه كيف كيف فيديو هذا كل حاجه راهي مفصله في القناه احبتي في الله هذه الاداه هذه شوف كيفاش تنقي ترجع هذه كي تيباس تضرب هكذا تنقى تولي شعره قول مقطعه باللازر هنايا هكذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هدايا ما تنسوناش من صالح دعائكم اشتركوا ديروا لايك كما حبيتوا احبتي في الله ربي يكون معكم ان شاء الله.